ندخل على الحالات بقى، انت اخترت لنا ايه النهارده وهتبدا احنا باول هنبدا احنا عندنا نبدا ممكن نبدا ماتش الاتحاد اسكندري وفيوتشر. تمام. حراس المرمى طبعا الاتحاد الاسكندري محمد عبد المنصف، طبعا منصف من 26 سنه متتالي حبيبك. دوري 26 دوري متتالي. وهو كمان عشره عمر طبعا. يمكن المباراه اللي فات اللي كان ضد سموحه كانش موفق، وده طبيعي عادي يعني، ان ممكن المباراه انا دايما بتكلم ما تحكمش بالقطعه على اللاعب، انت تشوف اداؤه في خلال الموسم عمل ايه. شفنا السنه اللي فاتت مع وادي دجله كان ادى ده بس مميز، بس الجمهور ممكن يحكم، لكن الطبيعي ان الجهاز الفني ما يحكمش. انا لا بس احيانا في الـ في الـ في الانديه الكبيره ممكن الضغط كبير يخلي المدرب يغير بالقطعه، وده بيحصل وجربناه اكيد عارف الموضوع ده كويس. لكن انا يعني بعتبر ان اللاعب او حارس المرمى الاستمراريه بتاعته في وجوده في المكان ده بيديله ثقل وبيديله خبرات اكتر وبيديله كمان ثبات في المستوى. لما بياخد كتير اعتقد ان هو بيبقى تعاون ما بينه وما بين اللعيبه، يمكن كمان منصف لسه جديد على الاتحاد، فاعتقد انه ممكن ياخد وقت شويه عشان يدخل مع اللعيبه رغم خبراته. شو عمل تاريخ خلاص حط نفسه في حته ثانيه زي ما شاء الله يعني. وجنش طبعا هنتكلم بقى، نبدا بالحالات على طول. اتفضل. نبدا معانا اول حاله يا جماعه، يلا بينا. هنا معانا حلو، هنا احسن برضه. الشاشه اكبر شويه، واحد نظره ضعيف عشان النضاره بس. انا ماينس 8 على فكره يعني. دي اول حاله معانا، دي شايف ان هي سهله بس تحركات منصف يعني في الاوفر كرة عرضية طالع راكب وسهل. يعني ايه تحركاته في الكرة العرضية؟ ازاي انا كحارس مرمى اتحرك في الكرة العرضية؟ انت حسب بتعلم ايه؟ لا كحارس مرمى بتعلم ايه بمعنى؟ يعني انا دلوقتي اهو في كرة، نرجع تاني، خلينا يا جماعة خلينا يا جماعة. انا كحارس مرمى بتعلم ان من الكرة انت في العرضية لا ما في حسب اشتغل رجلي ازاي؟ ارتفاع الكرة بالنسبة لك انت كنت هتطلع ولا لا؟ توجيه الكرة عدت منك بتلف بجسمك عشان تواجه الفيرود ولا لا؟ يعني في الكرة اللي قبل دي يا جماعة ارجع تاني، منصف شفت حركات منصف؟ هات الهجمة اللي حركات منصف دي سألتك يعني. ديت بص خطوات، خلي بالك الخطوات بتاعت الفوت ورك بتاع حارس المرمى بتفرق جدا. بص هو ضم هنا شوية، ارفع هات بعد ما يرفع يا جماعه. بص شفت حركات بتاعته، قفل للزاويه الثانيه خلاص، هو الزاويه بتاعته بالنسبه له بقت الضيقه اللي هي الزاويه الثانيه، هي الكره سهله بس ثباته وتحركاته فحسسك ان الكره سهله. خبره برضه. اكيد. تمام. خش اللي بعديها. هي خلي بالك الفوت ورك بالنسبه لحارس المرمى مهم جدا، يعني سرعه الاداء وسرعه الخطوات بتفرق كتير جدا. دي كمان هنا ده جنش. عايز بص هنا كمان عايز برضو الساده المشاهدين يشوفوها تاني عشان هنحللها بالتفصيل. شوف انت، انا عايز اقول لك شوف التحرك بتاعه. بص هنا الكره لما اتلعبت طلعت هو كده لحد دلوقتي جنش في انا شايف ان مزبوط. هو في المكان المتاح. بص الكره لما اتحركت من هنا جنش واقف هنا في وسط الطبيعي. الطبيعي مش هحمله المسؤوليه، لكن لو خد خطوه يعني طلع للست ياردة لا ارجع تاني، ارجع بالكره معلش يا جماعه ارجع شويه. ايوه بس شوف الكره بتتحرك، جنش كان لازم يطلع لقدام. طب ما ممكن الحقيقه ياخد باله في ساعتها من ورا، هياخد باله ده بظهره، انت اللاعب ده بظهره اللي فوق اللي جنبه، اللاعب اللي قصاده. لا الكره لسه، الكره مع مين؟ مع اللاعب اللي مش شايف، لسه ما اتمرنش، اللي مش شايف. فطبيعي ان الكره هنا جنش كان لازم يقفل شويه. ده طبيعي يطلع لقدام. ليه؟ لان انت كلاعب لما الجون بيبقى متاخر خطوتين بيبقى الجون بالنسبه لك مفتوح، في جون كبير واسع. لما بتقفل عليه بتقفل المساحه معاه. يعني في اللقطه دي بتقرب منه، بتقرب منه ما اعرفش هو صعب عشان نتكلم الجون صعب، بس انا بقول لك الحل بتاعه كان الوقفه جنش ده. لا اعتقد ان هو لو على 6 ياردة كانت تفرق معاه كتير، كان هيتعامل برد فعل ممكن يكون برضه اعتمد لان زملائه ممكن يقطعوا كوره. انا بس لازم اتوقع خطا الزميل حارس مرمى، لما انت هنشوفها في ماتش الاسماعيلي زميلك ممكن، يعني انا عن نفسي زمايلي جابوا ادوني خمسه قبل كده في الخمس تجوان قبل كده عادي، فده وارد. كمل يا جماعه كمل. بص يعني لو هو، انا اعتقد لو جنش قافل على الست ياردة بشكل كويس كان ممكن، زي ما بقول لك الخطوات كان ورد الفعل بتاعه. في اللحظه دي كان لازم يبقى ضامم شويه، هي الكره صعبه عشان ما نحملش طبعا جنش المسؤوليه. هات الحاله اللي بعديها يا جماعه. ده منصف. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. الكره رجع تاني بس يا جماعه عشان دي ده سؤال مهم جدا. الكره في نص ال 18 نص ال 18 بالظبط.
طب انت مش كنت حارس مرمى قبل كده؟ بس على 18 كنت حارس مرمى قبل كده. لو كره بس. لو كره في نص في نص زي ما موجوده كده بالظبط انت تختار انهي زاويه؟ انا اختار الزاويه اليمين. اشمعنى؟ عشان انا يمين. لا عشان الزاويه في اجوان تختار الزاويه المميزه فيها تحط الحيطه. ليه؟ عشان الجامب بتاعك يبقى ايه؟ عالي. عالي. فهي دي مهمه جدا بالنسبه لحراس المرمى. لما بتبقى انت الكوره في نص جون بالذات اصل انت لما بتتحط يمين او شمال انت بتختار خلاص الحيطه بتقفل زاويه وانت زاويه في النص بالذات انت بتختار الزاويه بالنسبه لك الاقوى. اللي انت اي حارس مرمى موجود هتلاقي فيه زاويه عنده اقوى من الثانيه. تمام. في التراي انت كمان لما كنت زي ما تقول لي كنت حارس مرمى اكيد مثلا التراي ناحيه الشمال بيفرق شويه عن ناحيه اليمين. ده وارد ده طبيعي. صحيح. واي حد حارس مرمى يقول غير كده ما تصدقوش. طبيعي. في زاويه اقوى شويه فانا اعتقد ان المنصف بالنسبه له الزاويه الشمال اقوى. فراح لها. ما هو راح لها بس للاسف ما جابهاش لان الكره دي بتبقى صعبه جدا. مسافه قريبه واعتقد رفعت حطها بشكل مميز جدا. يمكن الناس تقول لك الكره مش قويه. لا الكره محطوطه في مكان صعب جدا. لا مستحيل مش صعب. صعب جدا. هدف صعب. كمان منصف زعلان. زعلان ان هو كان إيه الحاجات اللي زي دي لما بتطلع بتحس بانك انت عملت انجاز. يعني هو صعبة. يعني صعبه جري. صعب. لا هو اتحرك بس لا الكره صعبه. يعني انا شايف هو خاف على وشه في اللحظه الاخيره. هي كمان بص هقول لك حاجه. ايه بص الحارس المرمى انا بتمنى بس من حراس المرمى ايه؟ الكره اللي زي دي التراي بتاعك لما يبقى بره يبقى انت عامل التراي صح. بره الجون. يعني يطلع بره السنه. لازم مش بره السنه التراي بتاعك ما يبقاش لجوه بص رامي منصف اترمى فين؟ كامل يا جماعه؟ هتلاقي منصف جوه الجون. التراي بص. وفي الكرة دي هقول لك حاجه كمان بس عشان لازم نتكلم فيها. لازم تروح بايد واحده عشان المساحه اطول. الايد الاطول بالنسبه لك هتبقى ايد واحده. يعني هي صعبه ولازم نقول ان هي صعبه جدا. لو احمد رفع خطوة حلو جدا هايل بس لو رايح بص منصف رايح بايه متسقطه بص بايدين الاثنين لو رايح بالايد الواحده اعتقد مع التراي اللي عمله هتبقى ايده على يعني الجامب بتاعه انا شايف ان هو كويس بس هو بس خلي بالك الحارس المرمى قرارات طبعا القرار بيبقى في مش في ثانيه في فينتو ثانيه احمد اللي بعديها يا جماعه الحكايه دي اللي بعديها كمل طلع بره اهو بص بس هنرجع تاني منصف طلع بره ما انا عايز ما انا هقول لك بقى هنرجع برده تاني بص الكره اللي لما اتلعبت هنا افتح الكادر شويه بص منصف واقف ما ظهرش لحد دلوقتي ارجع تاني معلش يا جماعه ارجع تاني معلش ارجع تاني مش موجود ما ظهرش لحد دلوقتي بيرجع لا خد لورا خطوه خلاص انا ليه اخد الخطوه دي انا خلاص لما بتقابل يعني الانفرادات ده انا يعني انا نفسي كنت بحبها جدا اولا بتلاحظ كان من مميزاتك الحد توفيق من عند ربنا محدش يعرف يجيب بس اقول لك توفيق من عند ربنا بس القصه انك انت لازم تقرا الفيرود اللي قدامك يعني انا احيانا بتبص في عيني كنت بتخوفهم على فكره ربنا يخليك فانا شايف ان منصف متاخر سنه منصف من حراس المرمى كمان اللي بيطلع في الانفراد ما بيطلعش بايده كمل يا جماعه بيطلع برجله فارد في نوعيه من الحراس بيطلع فارد كرة اليد ايده ورجله حل يعني حلت كرة بيشتغل اليد بص لو منصف الخطوه اللي هو خدها متاخره كانت قدام شويه كان الكره دي جابها بسهوله لان هو بس ما شاء الله جسمه كبير وحش منصف بيبقى قافل الجون بشكل كويس في سن التاخير في الخطوه اللي خدها لورا لو ما خدهاش ارجع لو نرجع معلش تاني يا جماعه للكادر بس انا مديني احساس اداء حراس مرمى كره اليد ما هي هو لا هو ستايل منصف كده في اجوان في الانفرادات بتطلع برجليها ده منصف من نوعيه الاجوان دي انا عن نفسي ما بحبش اطلع برجلي على الانفراد لكن منصف هو نوعيته كده وبيقفل بشكل مميز بس لما بيقرب منك خلاص قفل لك الزاويه تمام نرجعها بس من الاول تاني يا جماعه هنا ده هنا دي افتح ماشي كمل شويه وطبعا مالوش يعني انا بتكلم ان احنا يعني متاخر فعلا سنه يعني لو هو على نقطه البلن كان الكره دي صدها بس لو طبعا لو لا انا ما بتكلمش ان هو يسال او لا يسال مش لا ما بكونش يعني بس انا بقول لك الحل اللي هو كان اللي انا شايفه من وجهه نظري لكن قصدي انه لو كان طلع كان ممكن يدي فرصه للمهاجم انه يسقط لا مش قليلين جدا عشان يلعبوا اللعبه دي اللي هي الحريفه قوي اللي ممكن انت بتبقى مقلق منهم الفروت بالنسبه له لما او معظم الفراوده اللي انا يعني شفناها معظم الفراوده بيبقى عايز يتمكن عايز وكمان بيشوف الجون فين فانت لما بينزل لو بص في اللحظه اللي بينزل فيها بص للكره لازم انت تبقى
يرفع وشه تاني يلاقيك في وشه. هو ده بيحصل له زي ما خطبه بسيطه. بس كان متالق جدا. لا ما شاء الله. لكن هدف صعب. لكن بكلمك بس هي خطوه واحده كانت تفرق مع جنش مع منصف. وبرضه نرجع نقول ما لا ما لا لو هو هيسال عن الهدف هقول لك يسال عن الهدف. كمل يا جماعه الاتحاد. هرجع لك تاني لنفس القصه اللي انا بشايفها. بص الكره لما اترفعت جنش لا هاتم الاول هاتم الاول هاتم الاول يا جماعه هاتم الاول بس ارجع ارجع لا ارجع كمان بص خد الخطوه فين خلاص ورجع. هي دي المشكله. طب بس مش هو برضه ما هو مش هيجيبها فلازم يرجع عشان يأمن. خلاص انت بقول لك ايه يا تكمل يا تقف مكانك. انا هشيل الحكايه. لا مش هتقف. لا هتقف ما تنفعش وانت بتاخد الخطوه لورا مش هتعرف تعمل تراي. حتى بص بعد الهدف يا جماعه جنس ترمى بعد الكره ما دخلت. حاجه كده بتعمل رجله ثابته رجلك. بص انت اهو الكره اتلعبت رجلك ثابته. شوف رجله اللي ناحيه اليمين مش ثابته. صحيح. كمل يا جماعه عشان الحالات معانا كتير فاعتقد الوقت بقى يخلص منه. يعني انا شايف ان جنش كان ياخد خطوه لقدام ويتعامل مع الكره دي. دي سهله. بص شايف بشكل كويس وطلعها بشكل كويس. هي القفله. بص هي كانت طالعه بره. بس انا بقى انا كحارس مرمى ما بتبقاش شايف احيانا ما بتبقاش شايف اللي في ظهرك وانت بتعمل اللي عليك يعني. تأمل. كمل يا جماعه. قول لي انت دي ايه انا عايزك بقى دي نفس منطق حارس مرمى اخونا عبد المنصف اللي دخول يعني محاولة بتاع كرة اليد يعني بس المرة دي كان زحف. بص اقول لك حاجة جنش رجلي. هنا ليه اطلع برجلي؟ ليه اطلع برجلي؟ ارجع تاني يا جماعة ارجع. وده برضه كان فيها سنة تهور منه بس شوية. ما هو ظل الجزاء دي تهور. وهقول لحضرتك حاجة كمان تاني. انت الزاوية القريبة بالنسبة لي ايه؟ دي الرق ارمي كده بس يعني هو لو جنش اتجاه الرمية بتاعته هو جنش لعب ان هو هيعرض. لكن انا في بالنسبه لك حارس مرمى انا اللي يهمني الزاويه القريبه بتاعتي. او انه ممكن جنش بالاختيار انه ممكن يعرض اداله مساحه انه ياخد في الزاويه. لما انت اداله مساحه تاني كفيرود انا خدت الكره في اتجاه ورجلك مش هتعرف تتحكم فيها زي ايدك. شخصي يعني ممكن تلم بسرعه انما رجلك خلاص ما تبقى فيها صعوبه. ده وباين خالص انه داخل برجله. سن التهور من جنش يعني شايف ان هو مش بتاعته يعني هو طبيعي ان هو جنش هو من جنش نوعيه حماسي شويه من النوعيه يعني بيبقى متحمس كده وعاوز هو عايز يثبت نفسه طبيعي. بص خلاص يعني شايف انت خلاص يعني حتى لو انت يعني كان لازم يلم رجله شويه انا شايف ان هي طلعته اصلا برجله دي كانت مش موفقه منه. كمل ضربه الجزاء. خلي بالك جنش من الحراس المرمى المميزين جدا في ضربه الجزاء وهو عارف ان الفيرود هيحطها هنا وخد دلوقتي في حاجه خدت بالي هو بيعمل تمويه راح في حراس مرمى تعمل لك ايه بموه على رجله بموه على الفيرود او بعمل حركه كده بسيطه للفيرود على اساس ان هو ان انا هروح الزاويه دي لان في احيانا لعيبه بتستنى تشوف الجون هيعمل ايه للاخر فهو لما بيشوفه بيتحرك كده بيحطها فين في الزاويه الثانيه. هو عمل كده هو عمل كده بس يعني خد اعتقد ان فتح رجله زياده شويه عشان كده ما خدش التراي اقوى بس هو لعبه حلو بس لا طبعا بس هو مميز جدا ويمكن شفنا هنشوف ضربه جزاء ثانيه صدها في المباراه دي. كمل يا جماعه اللي بعديها. رد فعل كويس رد فعل كويس بس برضه توجيه يعني يهمني التوجيه على الجنب بس هي قويه جدا برضه كابتن واحد هو حاططها على الجنب يعني هو بس خلاص هو لا لو في لقطه تانية هتلاقيه وهو موجه ايده للجنب. كمل يا جماعه هو وجهها في اتجاه يعني مش لنص الملعب لا حطيتها في جنب. هو انا اللي همه في الكوره دي ان انا اطلعه وخلاص يعني مش عايز شكل جمالي بالنسبه لي. دي من الصدات الهائله المنصف رد فعل جميل. صحيح. شايف الكوره بشكل كويس حتى الكوره مش رايحه ضعيفه. كمان كمل يا جماعه. محسن مع مروان محسن ده. حاططها بشكل مميز هي نعم منصف واقف جنب يعني تحت الكوره لكن رد فعل شايفه هايل يعني وجه وعارف ان هو حاططها فين خبرات وشايف ده خبرات ده. كمل اللي بعديها يا جماعه ده دي مباراه تانية. دي كده الحالات خلصت. انا لما بتكلم على الحراس ما بقولش ان هم اخطاوا يعني لو في خطا من حارس المرمى احنا نقول خطا ان بنقول الحلول. يمكن انا شايف ان الهدف ضربه الجزاء بالنسبه لجنش كان في تهور من جنش
انما منصف طبعا لا يسال عن الاهداف. كمان في الهدف الاول ليه جنش الخطوه اللي خدتها لورا دي، يا اما كمل لكن ما لا تغامر لما تغامر، خلاص انت خدت القرار كمل. اعمل مظاهره زي ما بيقولوا.